انا 6 بلس كنترول ريكتيفاير راح يكون عندي 3 فيز سورس و6 اس سي ارز. طبعا هذا تذكروا احنا حكينا فولي كنترول، احنا ما دخلنا بالهاف كنترول، في شيء اسمه هاف كنترول بس انا ما دخلت هلا بالهاف كنترول، كانكم تغطوه بعدين يعني مش مهم كثير وما لهش تطبيقات عمليه كثير. في شيء اسمه هاف كنترول بس احنا هون فولي كنترول. فولي كنترول يعني السته كلهم عليهم بلسز. قديش الزاويه الشيفت ما بين كل واحد والثاني؟ 60 ولا 120؟ 60. فعندي هدول 6 راح يصير في عندي 6 جيتس. طبعا اتذكروا انه هذا بيطلع معاه فالفايرنج راح يصير ما بين هدول النقطتين، ما بين هدول النقطتين. عادة الكتب ترسمهم تيرمينال واحد، تيرمينال واحد ما له معنى، بيكون تو تيرمينز. اذا عندي هي هون 6 كل واحد ما بين الجيت والكاثود تبعه، ما بين الجيت والكاثود رقمناهم 1 2 3 4 5 6. عندي هون R، عندنا هون S، وعندنا هون R S T. زي ما تتذكروا حكينا قلنا عندي اللي بيطلع الاوتبوت ايش بيكون؟ هو R minus S R minus T، مش هيك؟ S minus T S minus R P minus R T minus S وهكذا. وعندي هدول تذكروا حكينا عن الفيز انجلز او الليدنج واللاجنج. عندي هون هاي R هاي S هاي T، فال R minus S leading R by 30 degrees، وانا عم بلف هيك. اوكي، هذا بنتج عنه انه the earliest angle firing angle اللي بقدر اعمل firing فيها ل R هي 30 درجة بالنسبة ل R. تذكروها دائما ها earliest possible firing angle، لانه هاي هي النقطة اللي عندها بصير R more positive than T. اوكي، مش احنا هون رح يشتغل عندنا the most positive. تذكروا الشرطين حتى يشتغل عندي، الشرطين حتى يشتغل عندي لازم اعمل firing pulse من هون، ولازم يكون هو فورورد بايس، ما راح يقدر يشتغل اذا ما كانش فورورد بايس. اذا في هذيك اللحظه اللي عملت له فايرنج فيها كان في واحد ثاني شغال والفولتج تبع هذا الفيز اللي داخل من هون مور بوزيتيف ذان ار، ما راح يشتغل رقم واحد، مزبوط؟ ما راح اقدر اشغل واحد اذا كان اعطيته فايرنج بلس وكان الفولتج عند النقطه هاي اعلى من الفولتج عند النقطه هاي، كان ريفرس بايس. لازم تحققوا الشرطين، نعطيه فايرنج بلس من هون، نعطيه الجيت امرر كرنت في الجيت كفايه بحيث انه اعمل له سويتشنج اون، ويكون الفولتج بوزيتيف من بين هاي النقطة وهاي النقطة، يعني يكون R the most positive. اتذكروا انه R هو the most positive لمدة 120 درجة. R the most positive لمدة 120 درجة، متذكرين انه هذا كله غطيناه في الـ uncontrolled rectifier. R رح يكون most positive أكثر واحد positive ل 120، بعدين رح يكون S the most positive ل 120 درجة، بعدين رح يكون T the most positive ل 120 درجة، مظبوط؟ ونفس الشيء بالنسبة للنيجاتيف، رح يكون T the most negative ل 120 درجة، S the most negative ل 120 درجة، و R most negative ل 120 درجة. بس هدول ال 120 وال 120 في بينهم شيفت 60 درجة، فراح يكون عندي في البداية R minus S راح يشتغل عندي، بعدين راح يشتغل R minus. إذا إجينا اطلعنا هون على الويف فورم، الأوتبوت ويف فورم، متذكرين ال 30 درجة؟ ال 30 درجة هي the earliest بالنسبة ل R. فإذا كان R 1 2 3 4 خلينا ننزلها شوي لتحت، ناخذ هون هاي الزمن أوميجا تي، أوميجا تي لما نحط الأكسس أوميجا تي بسمح لي إني أعمل graduating لهذا كله بثيتا، لأنه هذه عبارة عن ثيتا مش بالزمن، ما بعمل graduating هون بالزمن، بنسى الزمن وبصير أعمل graduating بثيتا، فبصير أحكي عن باي على 3 باي على 6 باي على 2 باي. عندي R 1 2 3 4 راح اختاره هون، و R راح تكون تقريبا جذر الثلاثة، مظبوط؟ فجذر الثلاثة راح اختار تقريبا 7 مربعات، هاي 7 من هون، هاي راح تكون البيك، والبيك تبع R راح افترض انه هاي 30 30 30 هاي 90 درجة، هذا بالنسبة ل R، وهي 1 2 3 فهذه صارت هاي هاي بيكس. اوكي، وبعدين عندي قبله ب 30 درجة، ليش اخذت قبله R R minus S قبله ب 30 درجة leading by 30 degrees؟ من وين جبتها؟ هيا مضبوط؟ R minus S leading R، ليش leading؟ لأنه هذا عماله بدور بهذا الاتجاه، فمين اللي بشوفه بالأول؟ بشوف R minus S، ف R minus S leading by 30 degrees، الـ period تبعته نفسه رح يكون 1 2
ثلاثة، فراح يكون البيك تبعه هون. ولاحظوا هذا 1.75، هو لازم يكون 1.73. وين جت 1.73؟ الطول هذا قديش بالنسبة للطول هذا؟ جذر الثلاثة. إذا صار عندي هلا هون 1 2 3 هون هيك، وهي عندي هاي R minus S 1 2 3 R minus S. أوكي؟ أنا بس عم برسم هلا التمبلت. عندي بعدين عند النقطة هاي رح يكون في عندي هون رح يجي T، فهاي النقطة هي 30 درجة بالنسبة ل R اللي هي 30 اللي هي باي على 6 مش هيك؟ أو 60 درجة بالنسبة ل R minus S. هاي this is the earliest point اللي بقدر أعمل firing فيها ل R. نذكر حالنا مرة تانية، ليش هذه the earliest point؟ ليش ما قدرت أعمل firing ل R من zero؟ ليش اضطريت أستنى 30 درجة حتى أعمل firing ل R؟ لأنه عند النقطة هاي R صار the most positive، صار هو more positive than T. إذا عند النقطة هاي بقدر أعمل له firing، وإذا عملت له firing إيش راح يطلع عندي؟ راح يكون مين معي شغال بهذيك اللحظة المفروض يكون حتى يطلع عندي R minus S؟ 1.6. فلازم يكون عندي 1.6 طالع عندي لبرا، ولو كان هذا uncontrolled راح يطلع معي هذا لمدة 60 درجة. هلا عندي 1 2 حتى يكون 60 درجة. عندي عفوا 30، يعني هاي كلها 60 من هون، مزبوط مش هيك؟ صار 60. وخلال الفترة هاي هذا راح يطلع معي R minus S برا، و R minus S مين راح يكون شغال هون؟ 1.6. بعدين راح يصير عندي كمان 60 درجة R minus T وهاي R minus S. هلا هون عند النقطة هاي ال 120 درجة بطل R the most positive. مين صار the most positive؟ مين راح يجي بعد R ك most positive؟ S. راح يصير عندي هلا هون S minus T. فراح يروح R ويجي S، وهون راح يصير عندي commutation. إذا متذكرين commutation؟ إذا عندي heavily inductive load فرضا، وعندي continuous current و heavily inductive load، الكرنت اللي ماشي في اللود واللي كان ماشي البوزيتيف تبعه في R رمين راح ينعمل له commutation. فكان ماشي في واحد، وين راح يتحول فجأة يتعمل له commutation؟ ل S، لأنه هون اشتغل هلا ثلاثة، مضطر إنه واحد يطفي لأنه بطل هو the most positive، وتحول الكرنت ل ثلاثة. وبعدين عندي كمان 60 درجة وكمان 60 درجة، فراح يصير عندي S minus R. هلا هون راح يطفي S، راح يجي T minus R، وآخر إشي راح يصير T. هاي نصها هون نصها هون هي continuous، بس أنا عشان تكون عندي 360 درجة هاي تكملتها هون عشان تكتمل تمام، وهاي راح تصير T minus R T minus S، وراح نكمل بالطريقة هاي. الكوميتيشن راح يصير هلا، الكوميتيشن عندي من 1 ل 3 البوزيتيف سايد، وبعدين من 3 ل 5، والنيجاتيف سايد راح يصير من 2 ل 4، ومن 4 ل 6. الكرنت عماله بتحول المسار تبعه، هاي ايش العمليه سميناها؟ كوميتيشن. الكرنت في اللود كونتينوس، بس عم بضمن انا لللود الكرنت تبعه كونتينوس، بدي استعمل هدول السته، مزبوط؟ عمالي بحول الكرنت من واحد للثاني، من واحد للثاني. كل 60 كل 120 درجة هذا عم بتحول لهون، كل 120 درجة عم بتحول لهون، كل 120 درجة عم بتحول لهون، وكل 120. بس هدول ال 120 درجة في بينهم 60 درجة فيز شيفت ماشي. طلع عندي هذا هون، وانا هون مفترض انه اللود هيفلي اندكتيف لود، والكرنت راح يكون كونتينوس، ضيعت الريبل منه. ممكن طبعا اروح على الحالات اللي هو لايتلي اندكتيف اللود، بس خليني افترض انه عندي هون هلا هيفلي اندكتيف لود، فالكرنت هذا راح اسميه هاي اي لود. اي لود بيساوي اي نوت اللي هو الافريج، اللي هو هذا بيساوي اي افريج. واي افريج شو بيساوي؟ وعندي هون خلينا نرسم اللود، راح ارسم اللود هون. هي عندي هون هيفلي اندكتيف لود، هاي بلس ماينس ماشي في اي لود. اوكي، واي لود هلا كيف بعرف اي لود؟ كيف بقدر اجيب اي لود؟ اي نوت عندي هون راح يطلع فولتج، مزبوط؟ الفولتج هذا هل هو بيور دي سي؟ لا، بس في له افريج. الافريج تبعه هو قسمته على ار راح يعطيني الكرنت هون. ليش؟ لانه اللود هون ايش؟ هيفلي اندكتيف. لما صار اللود هيفلي اندكتيف ما خلى اي شيء من الاي سي كومبوننت تبع هذه الكرنت يمر من هون، الوحيد اللي مر من هون او اللي اعطاني اثر هو دي سي كومبوننت من هون. اذا عندي اي افريج لللود راح يساوي V average للload على R. هلا بدنا نتحكم بهاي، لاحظوا لانه الكرنت كونتينوس ما فيش عندي، ما في ولا واحد من هذول راح يطفي بسبب ايش؟
راح بسبب من الكرنت راح. اوكي الهولدنج كرنت ما عندي مشكله فيه. كل هذول السته مشكله طفيهم او مشكله الاكستنكشن تبعهم شو كان؟ ليش واحد من هذول صار هذا اكستنكشن؟ لاني شغلت اللي بعده واللي بعده دخل فولتج مور بوزيتيف هون او مور نيجاتيف هون. اوكي مش قلنا الشرطين ايش كانوا الشرطين؟ ذكرونا ايش الشرطين. لازم يكون الكرنت في الاس سي ار اباف الهول يعني يوصل اللاتشنج في البدايه عشان يشتغل بعدين ضل فوق الهولدنج كرنت مش هيك الانود كاثود. والشرط الثاني يكون فورورد بايست. الكرنت مش مشكله عندي هون واضح انه الكرنت مش مشكله هون ما فيش ولا واحد منهم نزل الكرنت لزيرو. هذا الكرنت مش بده يجي من واحد من الاس سي ارز ويرجع في الثاني. هذا لازم يجي في يعني لازم يكون في باث لازم يتوفر لي باث. هلا الباث ممكن يكون هيك 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 ويرجع بستة على اس يجي من ار يروح في اللود يرجع باس او يجي بواحد من ار ويرجع في اثنين ويرجع في تي. مزبوط مش دائما لازم يكون في عندي مسار للكرنت. اذا الكرنت هون عمره ما راح ينزل لزيرو واذا الكرنت هون عمره ما راح يطفي ولا واحد من هذول بسبب انه الكرنت نزل لزيرو. اذا ليش لازم يطفوا هذول؟ واضح انهم عم بيطفوا مش هيك؟ لاحظوا واحد طفى هون مش اختفى ار عندي. اذا واحد طفى هون واربع وثلاثه طفى هون مش اختفى اس عندي وخمسه بيطفي هون راح تي وصار عندي ار. ونفس الاشي هون النيجاتيف سايد راح اس ومين اجى؟ تي. اذا راح يكون هون طفى سته واجى بداله اثنين. هذول ليش طفوا؟ لانه شغلت انا اللي بعده واللي بعده دخل فولتج مور بوزيتيف او مور نيجاتيف من هون. اوكي ماشي واضح. راح يضل شغال الكرنت موجود. اذا انا اذا ما شغلت اللي بعده ايش مش راح يضل مكمل هو؟ مش راح يضل الكرنت كونتين. اذا شوفوا شو راح نعمل الان. راح نبدا الان نغير الفايرنج انجل. الفايرنج انجل المينيمم لها من هون. اذا هذا هو الريفرنس. هذا الريفرنس فور الفا. هاي النقطه هي الريفرنس فور الفا والفا عند النقطه هاي بتساوي زيرو. يعني الريفرنس تبعها راح يكون هذا ال 30. 30 بالنسبه لمين؟ بالنسبة لآر. 60 بالنسبة لمين؟ 30 آر ماينس اس. آر بالنسبة لاس. هي 30 وهي 30. يا إما 30 بالنسبة لآر أو 60 بالنسبة لآر ماينس اس. أوكي؟ إذا راح أبدأ أخر الأنجل. هلا إذا أخرت لما بأخر الأنجل يعني بأخر طفي مين؟ واحد. مين اللي بمسط لما يشوف واحد تأخر طفيه؟ خمسة. فمين بضل شغال؟ تي. اذا لما انا اخرت ار بقول لك تي انا ليش اطفي؟ الكرنت لسه بوزيتيف الكرنت لسه موجود وفيش حد جاب فولتج مور بوزيتيف ذان مي. خمسه مزبوط تي. اذا شو بدي اعمل تي؟ بضل شغال لحد ما ايمتى اقرر اعمل؟ شغل وان. لحد ما اشغل ار. لما شغلت واحد اضطر تي انه يطفي مش هيك؟ اضطر خمسه انه يطفي فالفولتج نزل لهم. هل الكرنت كان لسه كنت مزبوط موجود الكرنت؟ اذا الشرطين تحققوا لخمسه انه ضل شغال. خمسه ضل شغال لاني انا اخرت تشغيل واحد فقدر خمسه انه ضل شغال. الفولتج ما صارش مور بوزيتيف والكرنت فيه لسه موجود مزبوط مش الكرنت تقريبا كونتينيوس. لما شغلت ار الان ضل شغال ار فاشتغل واحد وطفى خمسه وكان بالفتره هاي لسه سته شغال عندي اس مش هيك مزبوط سته شغال عندي هون. كملنا لحد النقطة هاي من هون. عند النقطة هاي نفس الاشي الآن صار. بالنيجاتيف سايد أخرت اثنين. مين اللي استفاد من تأخير اثنين؟ ستة. ستة ضل شغال، ما حدش جاب له مور نيجاتيف فولتج من هون. ستة اللي هو بيمثل مين؟ النيجاتيف اس مزبوط؟ فالنيجاتيف اس راح يضل شغال من هون موجود لحد إمتى أعمل؟ شغل. لحد ما اشغل. ما انا لما باخر لما بقول الفا 30 درجه او 30 درجه هون راح اخر بس واحد ولا راح اخر السته كلهم؟ مش كل واحد راح اخره بالنسبه لنقطته الاصليه بمقدار 30 درجه؟ اذا راح اخرهم كلهم 30 درجه، راح اخر هذا 30 درجه وهذا 30 درجه، فهذا راح يضل اون. ايمتى انجبر هلا السته انه يطفي؟ لما شغلت؟ اثنين. فلما شغلنا اثنين نفس الاشي هون بالنسبة لهم كلهم. ماشي؟ وانا عندي هذا راح يصير هيك وراح ينتقل للنقطة هذيك منهم. ايش تغير الان عندي بالفولتج؟ الافرج فولتج. هو الار ام اس تغير كمان بس انا بس انا اللي بيهمني هلا هون عشان احسب الكرنت مين؟ الافرج. مرة ثانية نذكر حالنا ليش استعملنا في افرج مش في ار ام اس؟ هيفيلي اندكتيف لود. لما صار هيفيلي اندكتيف لود ايش منع؟
منع اي كومبوننت اي سي كومبوننت من هون من الفولتج مور، فكانه ما اثر علي انه في هون اي سي كومبوننت للدي سي. مين اللي اثر علي بس او مين اللي بهمني هون؟ دي سي الافرج دي سي تبع هذا الكومبوننت اللي هو صار في افرج، في افرج لهاي قسمته على ار اعطاني الكرنت اللي موجود هون، وهذه الويف فورم هلا صار يتغير الافرج تبعها. اذا في اوتبوت او في افرج تبع الاوتبوت يعني في افرج لللود هو فانكشن اوف الفا، مظبوط؟ مش هذا صار فانكشن اوف الفا وهيك استفدنا غيرنا. فاذا عندي هون دي سي موتور، اذا عندي اي لود من هون استطعت اني اتحكم بهذا اللود بس بالكنترول بالكنترول تبع الفا، بس غيرت الكنترول تبع الفا من هون. لما غيرت كنترول تبع الفا تغير الفي افريج، لما تغير الفي افريج تغير اي، ولما تغير اي لو هذا دي سي موتور ايش بكون غيرت؟ اللي بهمني التورك. التورك في الدي سي موتور بيعتمد بتناسب طرديا مع الافرج كرنت اللي ماشي فيه. اوكي ماشي تورك. نعم.